شعشع الزين. الحمد لله يا ربي نقدر نقول لك باللي رانا بري ان شاء الله وباللي هذا بالك يكون ديرني ماتش قبل لاشان ان شاء الله نكونوا على اوتير ان شاء الله نقدموا كلش ان شاء الله. باش نقول لك باللي ماشي المهاجمين احنا نلعبوا مجموعه واحده ماشي لازم المهاجم يسجل ورانا نشوفوا بزاف بطولات ماشي المهاجمين برك يسجلوا لازم يسجلوا كاين ليزيلي معاهم كاين دوكا فوتبول مودرن ما ولاش لازم لافونسون برك يسجل ونحنا ما ماركيناش هاد لي دو ماتش مي الاحصائيه تاعنا كاع يقولوا سجلنا كاع اهداف في كاع لي ماتش هادو لي دو ماتش انا نخدموا عليهم باش نعاودوا نرجعوا النزعه ان شاء الله. الفريق سما اصحابنا كاع نعرفوا بعضنا صافي عندنا بزاف حنا نخدموا مع بعض سما كاينين 9 لاعبين من كل ايكيب سما رانا عائله واحده ان شاء الله نحضروا بكل قوه ان شاء الله. جاهزين لمباراه السنغال بيان سير مادام جينا هنايا رانا كل شهر عندنا ستاج تما باش نحضروا له هذه الشان مليح وندخلوا بقوه ان شاء الله باذن الله راح نروحوا بعيد فيها ان شاء الله. حنا قاعدين نبريباريو كما يلزم كلكو سوا في التيران ولا كلكو سوا لي ريكوبيراسيون ونشكروا الصف ميديكال ثاني اللي قاعد يخدم في خدمه تاعو قاعد نسترجعوا ليه حنا كما قلت لك راح نصلحوا الاخطاء هذه مقابله راح نصلحوا الاخطاء الامتحان الاخر اللي قبل الشان ان شاء الله نخرجوا بالفائده ان شاء الله من المقابله دي تاع السنغال. بيان سور الجمهور راح يمد الحافز ماشي ما مشيناش مليح حنا ماذا بينا نلقاو لي ديفيكولتي قبل الشان باه نصلحوا على خاطر يكون عندنا الوقت. حنا ان شاء الله كما قلت لك المقابله تاع السنغال ان شاء الله راح نزيد نستفادوا منها ان شاء الله قبل الشان. وي هذا درنا الماتش الاول مع لا موريتاني وصلنا فينا الماتش دوزيام تري امبورطون قبل لا كومبيتيسيون تاع لاشان. On se prépare bien, alhamdoulilah, on a de très bons moyens de récupération. Les joueurs ils sont contents d'être là pour la sélection. Donc on profite maximum de bien récupérer, de bien travailler. Et Inch'Allah, on sera à la hauteur de l'Inch'Allah dans le match. On a tous les moyens de récupération. On en خدمو وهادي هي هذا هو الجو لازم يجي ان دو في ريكيبيري بيان باش يكون بيان ان شاء الله ورانا نمثلو في المنتخب ما كاش من هادي رانا عيانين. ما عندك المساحه شو